بالنسبة لما عرفت عن الجامعة السعودية الإلكترونية كانت بالصدفة، حيث أحد الزملاء في العمل كان حاضر معرض التعليم العالي اللي يقيم في الرياض، وعن طريق الصدفة أحضر لي الكتيب اللي موجود فيه الكليات والتخصصات الموجودة. فلما اطلعت على الكتيب كان من ضمنها بداية الجامعة السعودية الإلكترونية بتخصصات علمية، فانجذبت للموضوع وبدأت أسأل وأبحث عن الجامعة وأخذت معلومات كثيرة عنها. بعد كذا بدأت عملية التقديم، فأخذت أبحث في النت عنها، كانت توها ناشئة ما كان في معلومات كثيرة، لكن كان فيه طرق التواصل معهم، قدرت أني أتواصل للتسجيل وكانت تمت العملية بكل سهولة وأريحية من دون أي تعقيد والحمد لله. فدخلت الجامعة وقدمت أوراقي لها، كانت عندي فكرة عن الجامعات الانتساب أمانة، إنه مجرد أن الطالب قبل الامتحانات بفترة معينة يبدأ يأخذ الملخصات ويبدأ يراجعها ويذاكرها ويدخل الاختبار النهائي، وبعد كذا بيعدي بدرجات كويسة. بس لما دخلت الجامعة السعودية الإلكترونية كان الوضع مختلف تماما، ما كان تعليم انتساب، كان يعتبر تعليم فعلي، حيث أن الطالب يحضر أسبوعيا الجامعة بالإضافة إلى التعليم الافتراضي عن طريق البلاك بورد، كان في محاضرات بتنزل، وهذه كانت تعتبر تعليم انتظام وليس تعليم انتساب. بالنسبة للعقبات أثناء الدراسة، كشخص مرتبط بدوام كامل ورب لأسرة بالإضافة للتعليم، فمسألة الوقت وتنسيق الوقت كانت هي أهم العقبات. يعني أنا كنت بداوم من الساعة 8 للساعة 5 بالإضافة إلى عندي زوجة وأبناء، فكانت مسألة الوقت هي صعبة تنسيقها. لكن الحمد لله وتوفر الفصول الافتراضية المسجلة، هذه ساعدت بإني أتخطى هذه العقبة، لأن في أي وقت ممكن أي وقت فراغ أقدر أرجع للمحاضرات اللي بتعطى من الدكاترة واستفيد منها وأراجعها وأخذ الملخصات اللي أحتاجها منها. استفدت من الجامعة السعودية الإلكترونية استفادات عديدة، من أهم الاستفادات واللي أحس أنها هي النقطة المهمة اللي هي self learning، التعليم الذاتي، بحيث أن الواحد يقدر يستطيع أن يعلم نفسه بنفسه، ما يحتاج أنه يرجع إلى الجامعة أو إلى مدرس أو دكتور ليحصل على المعلومة. فالself learning هذا من أهم المزايا اللي استفدتها من الجامعة. المسألة الثانية اللي استفدتها من الجامعة السعودية الإلكترونية اللي هي طرق وأساليب البحث العلمي، فهذه تفيد الطالب في حياته العملية والعلمية، كذلك إعداد أوراق العمل والرجوع إلى المصادر التعليمية مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للاقتباسات اللي يتم الطالب يأخذها ويستفيد منها في الأوراق العملية. نصيحتي لإخواني الطلبة الجدد والمستجدين في الجامعة السعودية الإلكترونية، الجامعة مليانة بالمصادر التعليمية، ما هي بس مجرد محاضرات أو بلاك بورد، في المكتبة الرقمية، في مصادر كثيرة، فعلى أساس الواحد يتفوق في الجامعة له ولدراسته ولنفس الطالب يجب استغلال المصادر التعليمية المتوفرة، فهذه راح تزيد وتثري معلومات الطالب وراح تعطيه معلومات تفيده سواء في العمل أو في الدراسة. كنت أتوقع أني راح أدخل الجامعة وراح أحصل بس على شهادة، لكن بعد ما تعمقت في الدراسة لقيت أنها أضافت للمعرفة العلمية بالنسبة لي أشياء كنت أجهلها في أسلوب العمل اللي أنا أطبقه في المستشفى، فهي ليست مجرد شهادة بل هي شهادة وعلم ومعرفة. تجربتي في الجامعة السعودية الإلكترونية كل المقاييس تعتبر ناجحة. وأتذكر في مقابلة مع الدكتور عبدالله الموسى كان سألني إذا تسمح بابنك أنه يلتحق الجامعة السعودية الإلكترونية، كل شفافية أجبت أن إذا استمرت الجامعة السعودية الإلكترونية على هذا الوضع وأفضل، أنا من الناس اللي راح ينصحه ويطلب منه أنه يلتحق الجامعة السعودية الإلكترونية، فهي أحد المصادر للمعرفة في المملكة، وأنصح الجميع أنه يلتحق فيها ويستفيد من العلم الموجود في الجامعة السعودية الإلكترونية. وأتوقع إن شاء الله إذا استمرت الجامعة السعودية الإلكترونية على هذا المستوى وأفضل راح تنافس الجامعات العالمية وليس الجامعات العربية، فأتمنى لهم التوفيق والريادة في مجال التعليم العالي بإذن الله.